والآن بدء تداول أسهم المجمع الطبي لعيادات ميديكال سيرفيسز. مبروك يا شريف، عقبال لما تعمل شركة واتنين. ألف مبروك ألف مبروك، ربنا يوفقك دايما. الناس بتشوف بس اللقطة الأخيرة، بتشوف نجاحك بس ما شافوش المجهود اللي ورا المشروع ده. حقيقي مش عارف أوصف لكم المشاعر اللي جوايا. خلونا أحكي لكم حكايتي أنا وصحابي، هي قصة نجاح صغيرة بشوفها بتكبر قدامي. أنا شريف، عندي 28 سنة. من 3 سنين بالظبط كنت بشتغل محاسب في شركة تطوير عقاري. أنا دلوقتي بقيت شريك وبدير المجمع الطبي لعيادات ميديكال سيرفيسز. وفي مرة من 4 سنين كنت أنا وصحابي متجمعين مع بعض. دول صحابي وشركائي في المشروع، أحب أعرفكم بيهم. فريدة بتشتغل دكتورة أسنان شاطرة جدا، ورامي مخرج بيشتغل في الأفلام وبينتجها، وكريم زي ما بنقوله كيمو، مدرس إنجليزي في مدرسة دولية، أما طارق مهندس كمبيوتر ومطور برامج. وحشني والله يا جماعة. هو احنا هنفضل كده نتقابل من السنة للسنة؟ معايا تليفون، ثانية واحدة وراجع لكم. ايوه يا رامز، ازيك؟ ايه اخبارك؟ والله مش تمام يا شريف، فقرات ظهري متدمرة ومش لاقي دكتور عظام كويس ولا عارف اوصل لهم، وكنت بتصل بيك علشان اسألك لو تعرف دكتور كويس. سلامتك الف سلامك. والله مش عارف يا رامز، بس خليني اسألك وهرد عليك. تمام، مع السلامة. ايه يا شريف، ما عندكش فكرة مشروع من أفكارك الحلوة ونشتغلها سوا؟ شريف يا شريف، رحت فين مش بسألك؟ عندي فكرة. بصي، في دكاترة كتار شاطرين زيك والناس مش عارفة توصل لهم ازاي، ولا عارفة حتى عناوين عيادتهم، ومحدش كمان بيساعد الدكاترة دول في إدارة عيادتهم، وده بقى أساس مشروعنا. لا مش فاهم، يعني ايه الفكرة يا شريف؟ الفكرة ببساطة، هنعمل مجمع عيادات طبية تخصصية، وفريدة هتوصلنا بدكاترة عاوزين ندير لهم عيادتهم. خلونا نشوف في الحلقة اللي جاية من ستوب بوك ايه فكرة شريف اللي هيعرضها على أصحابه.